يكونش في اي وسيله اتصالات، الفنادق مش مجهزه، الامر ماشي عشوائي بشكل كبير. لكن افريقيا سنه بعد سنه بتقدر ان هي تتطور من حيث الامكانيات المتواجده في لعبه كره القدم. هي ما بقتش لعبه، هي بقت مهنه، بقت مصدر رزق، بقت يعني كمان غير مصدر رزق، بتفتح على اللعيبه بشكل كبير. ممكن لاعب يروح يحترف في نادي ياخد فيه فلوس اكتر، النادي يستفيد منه ماديا اكتر، فبالتالي كل العوامل اللي موجوده في كره القدم بتساعد على تطوير اللعبه والاهتمام. زي ما احنا عارفين رئيس نادي فريق تاونشيب هو هندي الجنسيه، يعني هو شاف ان احسن استثمار استثمار كره القدم في دوله زي دوله بوتسوانا زي نادي تاونشيب، وبالتالي العائد المادي اكيد بيستفيد ماديا. ما فيش حد عمره هيخش مستثمر ويخش في بيزنس او استثمار خسره. نروح مع حضراتكم لأخبار سريعة خاصة بالنادي الأهلي، وهي آخر الأخبار اللي موجودة قبل مباراة بكرة إن شاء الله، واستعدادات النادي الأهلي مباراة بكرة أمام فريق تاونشيب في دوري أبطال أفريقيا. لكن قبل ما أبدأ بأخبار النادي الأهلي، أكيد بنعزي لاعب ميدو جابر لاعب النادي الأهلي في وفاة والده، واللي بعد ما عرف الخبر طبعا الجهاز الفني سمح له بالرحيل، ولاعب توجه إلى القاهرة لحضور مراسم أكيد الجنازة والدفن. وإن شاء الله يعني ربنا يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة والبقاء لله. وأكيد طبعا ميدو جابر من اللعيبة المميزة اللي أكيد وجودها بيكون فارق مع النادي الأهلي، وتاني البقاء لله في وفاة والد اللاعب ميدو جابر لاعب النادي الأهلي. نبدأ مع حضراتكم كده سريعا الأخبار اللي موجودة على الصحف والسوشيال ميديا وأيضا موقع النادي الأهلي، علشان أتكلم معاكم على استعدادات النادي الأهلي بكرة للمباراة. والأهلي اتمرن تمرينته الأخيرة استعدادا لمواجهة تاونشيب، وده كان آخر تدريب اللي احنا اتكلمنا مع محمد سعيد عليه، وقال النادي الأهلي حصل له موقف تعرض ليه، لكن الأهلي أستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثة والكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير القرى قدروا أنهم يحلوا الأزمة. الأزمة إيه هي تاني عشان خاطر لو حد لسه بيسمعنا دلوقتي وبيتفرج علينا؟ الأزمة أن فوجئ لاعبي النادي الأهلي باختفاء أتوبيس الخاص بنقل لعيبة من الفندق للملعب ومن الملعب للفندق، وأنه نزل كل الأغراض الخاصة باللعيبة من شنط وأدوات تدريبية وكور وغيره وغيره وغيره، وان ما كانش حد موجود. الامر اللي كان فيه استياء من لعيبه النادي الاهلي ومن رئيس البعثه، وبالتالي حلوا الموضوع بسرعه ان اللعيبه اتنقلت عن طريق سيارات اجره وسيارات ملاكي. لكن بعديها اتفاجئوا ان سواق الاتوبيس رجع تاني وقال لهم كان عندي مشكله وحلتها ورجعت لكم. لكن طبعا زي ما انا قلت النادي الاهلي ما تقدمش بشكوى زي ما محمد سعيد قال، لكن كان في حد من الاتحاد الافريقي لكره القدم هو شاف الموقف طبعا، وبكره هينقل الكلام ده لمراقب المباراه قبل بدء المباراه.